السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة كلمة جديدة، والكلمة المعانا النهاردة هي كلمة crawl. crawl يعني إيه؟ crawl crawl يعني to move on your hands and knees، يعني إن أنت تزحف على إيديك وركبك. نشوف أول مثال: Her baby is just starting to crawl. يعني البيبي بتاعها بدأ يزحف على ايديه ورجليه. Her baby is just starting to crawl. ناخد مثال تاني: I have cockroaches crawling in my room. يعني في صراصير بتزحف في الأوضة بتاعتي. I have cockroaches crawling in my room. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتم، وأشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.